الحقيقة اجت الفكرة لما كان عمري 7 سنين، كنت اجي مع البابا اتصيد بهالحرش، ومن وقتها فكرت انه هالمساحة الكبيرة اللي هي 60,000 متر تستاهل انه تضم مثل ما هي كمحمية وكطبيعية. أنا كشاف صار لي من سنة 39 بحب الطبيعة، من تقريباً 4 سنين يعني بعد تقريباً 70 سنة بلشت تفتش على ناس اللي بيقدروا يحموها ويكبروها وتكون عبرة وتعليم للآخرين بالطبيعة وبالعلم. إذا بتطلع بالجبال نصها صارت بنايات. رحت على وزارة البيئة، المدير تبعها قال لي انه امكانياته المالية كتير محدودة، ما عنده ناس يقدر يساعدوني، ما حدا ساعدني بالموضوع. هيدي ادخارات حياتي حطيتها هوني. كانت صعوبات طبيعية اكتر من غيرها، كله صخري، كل شيء اللي جربت اعمله اتركه طبيعي مثل ما هو حتى ما يندقر ولا يتخربط ولا يتبدل. يعني عملنا مسرح، رتبت عدة مرات مدارس اللي عندها نقص بالنطق أو عندهم عهات، عملنا لهم حفلات، صار يعني مثل تقريبا معروف. بيجي أكتر شيء بالشتاء كشاف. رغم كل الشغل ورغم كل النشاط اللي بتعطيه بقلب المخيم، بس أنك عايش بقلب غابة، عايش بين شجر، عايش بين بالتراب، بتنزل عن جد رواياك مفتحة، نفسك غير، طريقة عيشك بتصير غير، بتحس حالك رجعت جددت عن جديد. حرام هيك اشي عنا بلبنان، نروحها بكسرات وبرمالات، ونتمنى انه يكون في محميات تاني بلبنان. أنا وهبتها لجامعة البلمنت على شرط إنه يحافظوا عليها أبدياً وما بيقدروا يغيروا اسمها. وإذا نقيت واحد من العائلة آخرتها شو بده يصير فيها؟ بيصير فيها إنه بتتقسم وبتنباع بيوت وبتصير بطون، لأنه بآخرتها بده يصير بطون لبنان. أحد أهم الأهداف يلي منحب نحافظ عليه هو أنه نخلي المحمية منطقة طبيعية ما كتير يفوت فيها تغيير على طبيعتها المتوسطية. هالإنسان عمل هالمحمية هيدي لحتى يحافظ على التراث الطبيعي أو التراث الثقافي أو التراث التاريخي. هيدا ذكرى اللي أنا ومدامتي تعبنا فيها، مني حكينا بالموضوع وقررنا، هي توفت أنا كملت.